راح نسوي فطيرة التفاح. كل شيء بنحطه في العجانة، طحين، سكر، رشة ملح، بيضة والزبدة. الزبدة تكون درجة حرارة الغرفة. نخلط شوي وبعدين نضيف الموية بالتدريج. شفت العجينة كأنها زبدة ما شاء الله، متماسكة لكن تميل لليونة. الحين بخليها ترتاح، بسكر عليها بالنايلون وخليها ترتاح. حشيها بحشوتين، بالتفاح وبالتوت. حطينا زبدة، حط عليها توت مجمد، نستنى ليذوب بعدين نكمل باقي المقادير. حشيها بحشوتين، بالتفاح وبالتوت. حطينا زبدة، حط عليها توت مجمد، نستنى ليذوب بعدين نكمل باقي المقادير. نشا ذوبته في موية حتى تتكثف، أضيفه لها ونحرك. ما أحركه كثير حتى تحتفظ الفواكه بشكلها. شوف الحشوة صارت بهذا القوام، من الشكل واضح الطعم. عندنا حشوة التفاح جاهزة، إن شاء الله بكتب لكم الطريقة والمقادير، بس نضيف عليها شوي بيكان قلبها. نفردها، كل ما تكون خفيفة تكون أفضل وأحسن حتى تكون مقرمشة. قطعتها مستطيلات الحجم حسب ذوقكم. وزع عليها الحشوة، هنا الأطراف بالبيض عشان ما تتفكك أثناء القلي.